وجميل قادر تحكي؟ ايه طبعا. بدنا نرجع على نفس الطريق اللي رحت لها انت ومراهق لما سألت عن والدتك. لو ما جميل رجع سأل كان بقي جرح بالقلب. بدي صدق ما بعرف ليش ما رجعت حاولت تحصل على الأجوبة لأسئلتك اللي عمرها من عمرك. اليوم لأول مرة الذكريات رح يصير لهم صوت.